عندما تتحدث الكاميرا على الجميع أن يصمت ويشاهد، فهي تلك العدسات التي لا تكذب ولا تتجمل، واقفة أمام محاولات الظالمون في إخفاء جرائمهم عن أعين الرأي العام، حيث تكون الصورة لا يكون هناك متسع للكلمات. لعل هذا أفضل تعليق على الوقائع التي حاول الطغاة إخفاءها، ولكن وجود الكاميرا لها بالمرصاد تسبب في فضحها، والتي كان آخرها واقعة سحل وتعرية المواطن حمادة صابر التي شغلت الرأي العام خلال اليومين الماضيين. خرج صابر تحت الضغوط التي مورست عليه لينفي تعرضه للضرب والتعرية على أيدي قوات الشرطة أمام قصر الاتحادية، إلى أن الكاميرا نطقت بالحقيقة معلنة عدم صحة ما قاله صابر، ومؤكدة أن ممارسات الداخلية ما زالت مستمرة في عهد الرئيس محمد مرسي. واقعة أخرى كانت عدسات الكاميرا لها بالمرصاد، وهي سحل وتعرية فتاة التحرير والتي عرفت إعلاميا بست البنات على أيدي قوات الجيش خلال التظاهرات التي عمت ميدان التحرير أثناء أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، لتظهر حجم العنف الذي مارسته السلطة الحاكمة وقتها ضد فتاة خرجت متظاهرة بشكل سلمي لترفض استمرار حكم العسكر، وغيرها الكثير والكثير من الوقائع التي تسجلها الكاميرات لتكون وثائق على فاعليها، ليستمر الصراع دائما بين العيون التي ترى الحقائق وتظهر للناس، وبين من يحاولون فقع هذه العيون وكتم أنفاس الحقيقة. هل أتاك حديث الكاميرا؟ حيث توجد الكاميرا تكون الصورة، وحيث تكون الصورة لا تتسع الأمور لمزيد من الكلمات. أحياناً وكتير الحقيقة الصورة بتكون أبلغ من أي كلام ومن أي تعليق، بترصد حوادث وأفعال ومعالجات مختلفة في أحداث مختلفة خلال الفترة الأخيرة، كانت كاشفة، كانت معرية، وكانت فاضحة، وكانت مؤكدة لأمور كثيرة. اللي بياخدوا وبيلتقطوا هذه الصور الحقيقة بيتعرضوا لأخطار كتيرة جدا، يمكن ما بنكونش عارفين ايه التفاصيل اللي بيتعرضوا ليها، ايه الأخطار اللي بيتعرضوا ليها. الأهم عندنا هي الصورة، الصورة هي البطل، ولكن طول الوقت لو رجعنا وقعدنا وفكرنا هنكتشف انه في مصور أو مصورة بيخترقوا الخطر وبيتحدوا حواجز كتيرة جدا للخوف وبيكسروها علشان يوصلوا لنا الصورة المعبرة عن كثير من الأحداث. النهاردة هنتعرف على تفاصيل كثير من الصور التي أوضحت الكثير من الأحداث وملابستها والتفاصيلها والأخطار والمخاطر اللي تعرض لها أبطالها ومصوري هذه الصور. بيشرفنا النهاردة الأستاذ محمود خالد المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم، والحاصل على جائزة أفضل صورة صحفية من شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين. صباح الخير. بيشرفنا ايضا الاستاذ عمرو عبد الله المصور بوكاله رويترز للانباء وصاحب صوره العرض العسكري لميرشيات الاخوان بجامعه الازهر 2006. صباح الخير. وبتشرفنا الاستاذه والزميله العزيزه ايمان هلال المصوره الصحفيه بجريده المصري اليوم. صباح الخير يا ايمان. وايمان ايضا يعني صاحبه الكثير من الصور وايضا الجوائز والصور اللي امثلت سبقه في فترات الحقيقة مختلفة وأبرزت الكثير من الأمور، بس الناس كتير ما كانوش بيتخيلوا إيمان إنه مصورة تكون بنت، يعني إيه اللي خليها، إيه اللي وداها هناك؟ هي بتعمل في نفسها كده. ماما برضه بتقولي كده. بتقولك كده. خطر؟ أكيد خطر، يعني بس أنا علشان بحب المهنة دي أنا قررت إن أنا يعني أشتغل فيها يعني. ببقى سعيدة وأنا بصور بوثق الأحداث و احيانا ببقى خايفه طبعا لما يبقى في ضرب كتير، بس بفضل اقول لا انا لازم يعني انا الحقيقه لان انا اخترت المهنه دي، خصوصا كان في اول فتره في الثوره كنت خايفه مش عارفه يعني انزل اصور ولا لا، بس قلت انا اخترت المهنه دي دوري ان انا ابقى في الشارع ما بقاش في البيت زي ما في ناس كتير قررت ان هي تبقى في البيت يا اما بطل الشغلانه دي خالص. طيب ولكن تعاملتي ويمكن ده هنشوفه فيما بعد مع يعني بعض الصور وبعض المواضيع الصحفية القصص الإنسانية بشكل مختلف من خلال صورك، يعني مش مجرد التواجد فقط في أماكن الأحداث أو أماكن الاشتباكات، ولكن من خلال عرض قصص إنسانية لمصابين لضحايا اشتباكات، ودي قصة مصورة الحقيقة مختلفة هنتعرف عليها من خلال لقائنا النهاردة. ولكن خليني أسألك عمرو عبد الله وانت مصور بوكالة رويترز للأنباء، هل
في أمور مختلفة في التعامل مع المصور الصحفي عالميا من خلال وكالات الأنباء والدعم اللي بيدوه لمصوريهم في أماكن اشتباكات مختلفة، وما بين التعامل هنا في مصر حيث أنه بقالنا سنتين طول الوقت في اشتباكات، بؤر ساخنة، رصاص، دخان، غاز وما إلى ذلك. يعني بره ليه تعامل تاني، بس في نفس الوقت احنا برضو زي ما بقول احنا في خط النار. يعني احنا عامه بره لازم تكون، لو انت في حدث في اطلاق نار او اطلاق غاز او اطلاق خرطوش زي ما احنا بنشوف اليومين دولت، بقدر ان لازم يكون لابس واقي ضد الرصاص او واقي يحميك برضو، وفي نفس الوقت الماسك بتاعك. هنا لو لبست حاجه زي كده تحس ان انت مختلف. يعني انا اتمنعت ان انا اخش بالواقي بتاعي وانا راجع من سوريا. الواقي اللي هو يعني مكتوب عليه بريس، يعني مكتوب عليه صحافه وبلون يعني واضح وكل حاجه عشان تكون محدد، يعني معروف ان انت صحافه، وبالتالي ما تكونش هدف لاي من طرفي الاشتباكات. طرفي الاشتباك يعني انا عشان في بعض الاوقات في دلوقتي ناس كتير بتمسك الكاميرات، بس ممكن ما تعرفش ان ده صحفي وبرده وما تعرفش ده مش صحفي، بس في نفس الوقت ده ما يديكش مبرر ان انت تحتك بيه. طب غريبه جدا هم اخذوه منك في المطار، قالوا لي ده ممنوع اللي هو يخش هنا اصلا. ممنوع؟ قلت له ازاي ده انا صحفي، مكتوب صحفي وكل حاجه، وفي نفس الوقت انا ازاي اصلا؟ قال لي انت خرجت بيه ازاي اصلا؟ قلت له انا رايح سوريا. سوريا هناك عباره عن ناس بتموت بعض، وفي نفس الوقت لازم اكون حاجه تحميني. قال لا ده ممنوع اصلا، المفروض ما كانش تخرج بيه ولا تخش بيه. دي حاجه. تاني حاجه، انا لو نزلت اصلا في المظاهرات الاخيره انا لسه واخد اصابه في ظهري من قنبله غاز، غير قبل كده في نفس اليوم دوت في ضرب خرطوش من الجانب الاخر في بعض الاوقات. يعني انا من جنبين محطوط بين النار بين الاثنين، نار ما بين الاثنين. طيب، وبالتالي حابه ان احنا واحنا بنسمعك ان احنا نشوف بعض من صور عمرو بلال من فضلك، بحيث ان احنا نكون فاهمين يعني كم الاخطر. هنا مثلا دي صوره، دي صوره ديت في احد، دي برضو كان استخدام خرطوش في بعض الاحتفالات او المظاهرات. عشان دي طبعا، وفي صور تانية برضو في قنابل غاز كتيرة. يعني احنا ديت في اليوم دوت كان دي عملت زي كومبو بيتشر. انا فاكرة الصورة دي، بس دي كانت مجموعة صور مع بعضها زي ستوري مسلسلة ورا بعض. يعني عشان المتظاهر دوت كان بيجري من الامن اول ما هجم، وفي نفس الوقت حاول يرجع بعد ما اتضرب، حاول يرجع ياخد الجاكيت بتاعه. يعني انا اخدتها ليه مع انها مؤلمة في نفس الوقت مضحكة في بعض الوقت. يعني شر البلاطة يعني يضحك، بس يعني هو مواطن بسيط برد. والناس ما تعرفوش يعني اللي هو كان بيحمي في الاول ست كبيره في السن من الغاز من ضرب الطوب بيساوي من جنبين. انت اللي تقدر تقول لنا اللي ورا الصوره كمان. بالظبط، انت يعني بقى شايف حتى يعني قبل ما تلتقط الصوره. في ناس بيقولوا في الاخر اللي انت ليه عملت كده، ليه بينت مدى قسوه. ودي يعني برضو دي زمان المصورين مدى اللي احنا بنشوفه. احنا بيبقى في وسط الاثنين دوت، ده الشكل العام بتاعنا. يعني ان احنا بنبقى في وسط الاثنين، في وسط ضرب. بس انا شايفه هنا بعض من المصورين برضو ديت الامن، عشان برضو في بعض المصورين بيضربوا بالنبل معاها بلي. اذا احنا في زميل لينا اتصاب لسه برضو من قريب من جنب الخرطوش، ما يعرفش يتضرب منين. يعني بتبقوا مش متأكدين الخرطوش جاي منين بالظبط، وبتكونوا في النص ما بين. دي برضو في احداث قصر النيل احد المصورين معاه خرطوش. برضو في اشتباكات تانية الجانب الاخر معاه خرطوش او معاه قنابل غاز، وانتم هنا في النص. واحنا في النص، واحنا بننزل بقدر الامكان عشان توثق حاجه بتكون في الاول خالص عشان تعمل صوره توصلها للناس. سبق واتصبت غير بقنبله الغاز اللي اخدتها في ظهرك؟ اتصبت برضو في احداث 25 يناير، برضو كان برضو غاز، كان اختناق، وفي نفس الوقت في سوريا في ليبيا برضو خدت، يعني بره مصر ديت خدت اصابه ضربه بالرصاص. احنا معرضين قدر الامكان ان احنا ازاي نغطي الشغل بتاعنا. طيب محمود، انا شفت يعني في صوره من صور عمرو، ودي طبعا مزيد من صور عمرو، هنا دي فوارغ الرصاص انه بعض المصورين خايفين متجمعين كلهم مع بعض، بس في بعض منهم لابس خوذ، يمكن مش خوذ اللي هي مخصصه لده، يمكن مخصصه للي بيركبوا من الموتوسيكلات، بس بيتم التحايل على الوضع او محاوله تامين النفس زي ما احنا شايفين هنا. هل فكرتم ان انتم تتحايلوا على الوضع؟ انت في المصري اليوم، والمصري اليوم الحقيقه يعني طول الوقت مشهوره بصور مميزه جدا، معبره جدا، وبتمثل طول الوقت سبق بتتاخد يعني من المصري اليوم لوكالات وحتى لصحف اكتر. تتعاملوا ازاي بقى مع الاخطار دي؟ هو من يوم
محمد محمود في الذكرى الاولانيه يعني محمد محمود الاولاني بدات الناس تاخد بالها ان لا ده في بقى غاز كتير بقى بدا يبقى في طوب, فبدات المؤسسات عموما الصحفيه بدات تهتم بالموضوع ده شويه ان هي تجيب خواز حتى خواز عاديه بتاع الموتوسيكل عادي زي اللي يعني شفناها. دي صوره من صورك يا محمود؟ اه دي صوره في احداث يوسف الجندي الشارع الجانبي اللي في وزاره الداخليه. الصوره دي كنت انا وعمرو جنب بعض في اليوم ده برضو. يعني افتكر حاجه ان عمرو قال لي خلينا جنب بعض عشان ما نخشش قوي, لان كل ما تدخل كل ما يبقاش يعني احنا ما بنشوفش حاجه وفي نفس الوقت ممكن حد بلطجي ياخدنا مثلا يسرق الكاميرا, او خلينا جنب بعض احسن. فمن يعني حصل قبل كده لزميل ليكم انه يعني اتضرب واتاخد كاميرا؟ بتحصل. طب الصوره بس اللي فاتت لو نرجع لها يا بلال من فضلك, دي يعني هل ده يعني ده واحد يعني وقع من غاز من غاز نتيجه للغاز ودخان؟ بعدها شلته انا, لقيت عمرو بيجري عليه. شلته اصل كان بيت بشري سواء من جنبيه سواء داخليه او متظاهرين. يعني انا شفت ناس للاسف برضه الغاز مش قادر عليه, لازم انا انسى برضه اخد الكادر بتاعي وقدر الامكان لازم اساعد برضه. ده حياه يعني. طب كويس جدا, لانه الحقيقه احنا تحولنا مؤخرا لمساله انه مش بس المصورين الصحفيين متخصصين, الناس كلها بقت مصورين, وكل موبايل النهارده فيه كاميرا, والناس النهارده بقت تشوف جريمه بتحصل بعضهم ما بنعممش. بداوا يعملوا ايه؟ بداوا بدل ما يساعد يصور, وتلاقي 50,000 واحد واقفين يصوروا, مفيش حد بيفكر يساعد. انتوا كمصورين ممكن يعني تنجزوا مهمتكم وبعد كده تنجدوا يعني بطل الصورة, ولا ممكن يعني الإنسانية هنا تتقدم على المهنية والمهمة اللي نازلين عشانها؟ ده يعني طبعا بقدر الإمكان لازم لما الواحد يتدخل إنه ينقذ حد. لو أنت هتقدر فعلا تنقذه تعمل ده, لكن لو مش هتقدر يبقى المهمة اللي أنت نازل تعملها وهي إن أنت مصور تكملها للآخر يعني. فما فيش حد يقدر ان هو يدعي البطوله في حاجه هو مش هيقدر يعملها يعني. تمام. دي صوره رضا, واحد من ابرز شباب الابطال اللي فقدوا عينيهم وبصرهم ولم يفقدوا ابدا البصيره طبعا بسبب يعني الاحداث والاشتباكات. ودخلتي ايمان ضمن قصه صحفيه مصوره لبعض من الابطال المصابين, ازاي جات لك الفكره؟ انا ابتديت الفكره دي من 2000 من اخر 2011. كنت وقتها بشتغل في جورنال الشروق وكنا بنعمل معرض جماعي عن الثوره, فكنا بنحاول نعمل افكار جديده. جات لي فكره ان اوكي ناس كتير صورت الاشتباكات والاحداث. طب بس وهنا رضا برضو هو يعني ده في تسلسل لحياه رضا. رضا هنا في احد المؤتمرات الشعبيه الداعمه لسيد حمدين صباحي خلال حملته الرئاسيه, دخل في السياسه رضا بالظبط. فانا وقتها قررت ان انا عايزه يعني اوثق حياه الناس دي بقى شكلها عامل ازاي, مش بس ان انا صورت الاشتباكات. كل شويه الاشتباكات بتحصل يعني وبقت كلها شبه بعضها يعني. فابتديت الفكره دي وكملتها السنه اللي فاتت في 2012. ابتديت ان انا اقرب من الناس دي, اروح بيوتهم اشوف حياتهم عامله ازاي. في منهم ناس حياتهم بقت منعزله جدا, وفي منهم اللي بيحاول ان هو يكمل حياته تاني, اللي بيدرس بيحاول يكمل دراسته, في ناس بتساعده. الصورة دي طاهر ده كان بيشتغل سواق ميكروباص واتصاب يوم 28 يناير. طاهر تقريبا قعد في البيت لمدة سنة ما بيعملش حاجة, وأول حاجة تخرجه من البيت كان الكورس ده في متطوعة في شركة كمبيوتر كبيرة. قررت ان هي تساعد المصابين ويبقى ليها دور يعني ان هي تعمل لهم كورس. ده وهو في بيته. دي الحاجة يعني للأسف الناس دي في قالوا لي ان احنا ما خدناش حاجة من الدولة غير ان يعني احنا منتظرين ان احنا ناخد حقنا وان احنا نفسنا نرجع لحياتنا تاني ونشتغل, مش عايزين حد يعطف عليهم. بس للأسف ما فيش حد بيساعدهم. طاهر بيقول لي ان الميدالية دي هو كان في حفلة اتعملت في القصر العيني ودوله التكريم ده, بيقول لي ان دي الحاجة الوحيدة اللي انا اخدتها من الدولة. الحاجة الوحيدة يعني ميداليه ويحطها في البيت كده ويفضل شايف يعني هم بياخدوا طول وقت وعود وعود, ومفيش اي حد بيعمل لهم اي حاجه. هم مش عايزين من الناس, هم عايزين يرجعوا لحياتهم, عايزين بالوضع اللي هو فيه دلوقتي يؤهل ان هو يمارس مهنه يكسب منها. يعني هو بيقول لي انا كنت يعني زي ما بيقول الكسيب بتاع البيت بتاعنا وهو عايش مع اهله, دلوقتي هو ما بقاش عنده مصدر دخل, والحاجه الوحيده اللي هو بيعملها ان هو بيصحى من النوم يفضل قاعد ومشغل التلفزيون يسمعه وبعدين بينام, ما بيعملش حاجه ثاني.
مزيد من الصور لعمرو عبد الله ومحمود خالد وإيمان هلال هنتعرف عليها مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل.